في أخبار كده يبقى ذكرها مبهج ومتابعتها مبهجة واستكمال متابعتها كمان من الحاجات المبهجة جدا. احنا أي خبر يخص المتحف المصري الكبير حاجة بتفرحنا بشكل خاص. انتظارنا وانتظار العالم كله لافتتاح المتحف المصري الكبير شأن كبير ومهم، وأعتقد أنه كل تأخير لصالح هذا الحدث وهذا المكان اللي بالنسبة لنا غالي جدا. على مراحل كتير بنسمع نقل الآثار المصرية المهمة والقطع شديدة الأهمية وشديدة الخصوصية كمان في نقلها. النهاردة المتحف المصري الكبير أطلق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية. بطبيعة الحال مركب الملك خوفو بيتم الاستعداد لعرضها في المتحف المصري الكبير، والمرحلة الثانية دي معناها أعمال الترميم النهائي وإعادة التجميع والتركيب للمركب بعد ما تم استخراج جميع القطع المكونة لها من موقع الكشف عنها اللي كان بالقرب من هرم خوفو الأكبر. تم الترميم، والصور الحلوة اللي احنا بنشوفها دي صور التعامل مع هذه المركب، تم الترميم من قبل أثريين أعتقد، بس لكن كمان هتأكد أنهم أثريين مصريين وفرق من الخبراء. فكرة النقل كمان دي محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنها. معنا على تليفون دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير. دكتور عيسى مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا دكتورة دينا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خصوصية مركب خوفو أو مركب الملك خوفو الثانية من أول الكشف وخصوصيته إلى مراحل الترميم اللي مرينا بيها وحتى النقل، احنا عايزين حضرتك بقى يعني تفكرنا بهذا الكشف وكمان كلمنا عن الفترة اللي تم استغراقها في الترميم. هو طبعا عشان أوضح للسادة المشاهدين، هو في عام 1954 في 26 مايو على وجه التحديد تم الكشف عن مركبي الملك خوفو على طريق في الهرم عن طريق الاثري الكبير المهندس كمال الملاخ. كان في مركبين، المركب الاولى والمركب الثانيه. المركب الاولى تم ترميمها واكتشافها باسلوب علمي في الوقت ده عن طريق شيخ المرممين الحاج احمد يوسف، عمل هو وكمال الملاخ على ترميم المركب الاولى. وقعدوا 10 سنوات يرمموا فيها، وتم عرضها كان في مبنى موجود عند الضلع الجنوبي للهرم الكبير، الهرم الأكبر. الهرم الأكبر. والمركب دي الحمد لله تم نقلها بنجاح تام إلى المتحف المصري الكبير. دي اتنقلت السنة اللي فاتت مظبوط؟ بالضبط يا فندم، دي اللي اتنقلت المركب السنة اللي فاتت واتحطت في مبنى مستقل بيها من أفضل المتاحف، إن شاء الله هيكون مبنى من أفضل المتاحف على مستوى العالم. المبنى ده هيضم المركب الأولى والمركب الثانية. المركب الثانية بقى إيه؟ لما اكتشفوا المركبين كانت مفككة بقى. بالضبط. حالة المركب الثانية كانت سيئة جدا للغاية، وكانت موجودة في الحفرة الثانية اللي هي برضو جنب الهرم الأكبر، ومعظم البعثات الأجنبية قالت إن المركب ده مش هتترمم وصرفوا نظر عن الترميم. ولكن الجانب الياباني مع الجانب المصري هنا قرروا ان هم يستخرجوا المركب الثانيه وترميمها واعاده تجميعها في المتحف المصري الكبير عشان تتعرض جنب المركب الاولى. المركب دي احنا من 2008 تم وضع خطه العلاج مع الجانب الياباني، ف 2011 تم رفع الغطاء الحجري اللي هو كان بيغطي الحفره 44 كتله حجريه كانوا بيغطوا الحفره، وزن القطعه من 10 ل 18 طن. 2012 خدنا عينات من الحفره وللاسف لقينا حاله الخشب حاله غير جيده. عملنا تحاليل عليها في مصر وفي اليابان، وطبقا لموافقه اللجنه الدائمه للاثار المصريه عشان نحط خطه العلاج. بكده مع الجانب الياباني بدانا برضو في 2014 نطلع القطع ديت من الحفره بطريقه علميه، وعملنا على ترميمها ورسمها رسم يدوي. عندنا وسائل تكنولوجيا حديثه للتوثيق، الليزر سكان، الكاميرات الفيديو، وثقنا كل القطع الاثريه اللي هي كانت موجوده في الحفره وطلعناها ورممناها 1698 قطعه خشبيه. الحمد لله تم نقل هذه القطع كلها الى المتحف المصري الكبير، وان شاء الله يتم التركيب هناك في المبنى.
في المبنى هيتم البدء في تجميع المركب، عشان لأول مرة هيتم عرض مركبي الملك خوفو في بانوراما، عرض رائعة يعني هتبقى مبهرة للعالم كله. أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الشرح الوافي والمختصر جدا اللي بسرعة بيقول لنا تاريخ هاتان المركبتان. الخبر الحلو أنه تم ترميمهم بواسطة خبرات يابانية ومصرية، ومن خلال برنامج المحترم يعني أنا أحب أوجه الشكر للجانب الياباني ولعالم الأثار الدكتور ساكوزي شمورة ولعالم الأثار المصري الدكتور زاهي حواس. دول كان أصحاب الفضل الأول في ترميم المركب الثانية واتخاذهم القرار الجريء بفتح الحفرة، وأن الدكتور ساكوزي شمورة يبدأ ياخد الريسك أن هو مع الجانب المصري أن هو يرمم المركب ده، في عين أن البعثات الأجنبية كلها رفضت. لهم ده أوجه لهم الشكر من خلال برنامج حضرتك المحترم. ده احنا كمان طبعا بنكرر وبنشكر كل هذه الجهود مع حضرتك. احنا مبسوطين ومبهورين وعارفين انه فكرة تجميع مركب الملك خوفو الثانية دي في حد ذاتها حدث يخص الآثار العالمية والإرث الإنساني العالمي كله، ما يخصناش إحنا كمان في مصر، حدث قائم بذاته يعني. بالضبط، إذا كنا بنعتبر نقل مركب خوفو الأولى أكبر حدث على مستوى العالم في نقل الآثار المصرية والأكبر أثر عضوي على مستوى العالم، فإن ترميم مركب خوفو الثانية مشروع من أكبر مشاريع الترميم على مستوى العالم برضه. ده حقيقي. وده هيكون هدية للبشرية إن شاء الله بيقدمها المتحف المصري الكبير بجانب المتحف طبعا اللي هو هيبقى حديث العالم ان شاء الله. ده حقيقي. من غير ما يعني عايزه كمان اتاكد من معلومه برضو حضرتك صححها لي، انه الخبرات والكفاءات اللي نقلت مركب الملك خوفو الاولى من موقعها جنب الهرم الى المتحف المصري الكبير خبرات مصريه، شركه مصريه، مهندسين مصريين، مظبوط كده؟ بالظبط، هي عمليه النقل كلها تمت بايادي مصريه خالصه، بقى على استعانه ببعض الشركات اللي هي الاجنبيه اللي هي ايه اللي احنا جبنا من بلجيكا عربيه لنقل المركب. ولكن كل الفكر المصري الخالص في عمليه نقل المركب كان في فكره اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، وكان بيعاونه فريق من المصريين ذو خبره عالميه في هذا الحدث الفريد، في شركات كلها الشركات معظمها شركات مصريه، ولكن اللي احنا برضو للامانه استعنا بشركه في بلجيكيه في العربيه اللي هي ذات التحكم عن بعد عشان اللي هي بتحافظ على الميول وبتحافظ على ان المركب ما تميلش خالص اثناء عمليه النقل، ولكن كان كل الموجودين في عمليه النقل كلهم مصريين. ده بيثبت ان المصريين قادرين على تحقيق المستحيل. ده انا عايزه يعني حضرتك النهارده خليتنا نفخر بناس كتير ونحترم جهود مصريه كتير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير. عايزه اقول لحضراتكم انا ليه بسأل قوي في النقطة بتاعة نقل مركب خوفو الملك خوفو الأولى، لأنه ده برضو الحدث الأول ده كان حدث يستحق أنه عالميا نقلب الدنيا، لأنه أنا شخصيا شفت المهندسين دول، سمعت منهم وسمعت القصة قد إيه عظيم أنك تشوف الناس دي فكروا إزاي، خططوا إزاي، اختاروا إزاي، نفذوا إزاي، قد إيه المخاطر اللي كانت موجودة. على نفس هذا القياس إحنا لازم نرجع نحط عينينا كده على مركب الملك خوفو الثانية وهي بيتم إعادة بنائها. إحنا متأكدين طبعاً هيكون في كاميرا مثبتة وإنه عينينا هتشوف المراحل كلها للتنفيذ، لكن في حاجات كتير تستحق أن العالم كله يشوف مجهوداتنا كمصريين نعيد التسويق لإنجازات المصريين في هذه المجالات.